اول شيء الله يعطي العافيه للعيبه، كانوا رجال برض الملعب، كنا نحن فايزين 2-0 ورجع نادي الفتوة عادلنا. كرة القدم هي اخطاء، بقى اجانا خطأ نحن ضربة جزاء وجبنا المباراة، يعني ما كان لازم كل هالشوشرة والعصبية، يعني صار احداث مؤسفة بصراحة، يعني ما بتصير. نتمنى لفريق الفتوة التوفيق بالقادمات، ونقول مبروك لفريقنا، وان شاء الله باذن الله القادمات بتكون احسن لنا باذن الله رب العالمين. الف مبروك كابتن، فوز 3 نقاط صعبة جدا، رايك بالمباراة تكتيكية؟ اول شيء الحمد لله رب العالمين، انت شايف يعني شوفت عندكم كل اللي بيعرف ظروف هلا النادي اللي عم يمر فيها، يعني حتى الضغوطات اللي عم يمر فيها كثير صعبة، فالحمد لله رب العالمين قدرنا نتغلب على هي الظروف، الكل عرفان والكل شايف شو عم بيصير بالنادي، فالحمد لله كان اللاعبين عند المسؤوليه، كنا رجال بارض الملعب، ممكن انه ما هاد نادي الوحده، ما هاد هذا، بس يمكن الظرف اللي عم بيصير معنا اللي عم بخلينا يعني انه نتراجع شوي، بس الحمد لله اليوم كانوا اللاعبين عند المسؤوليه مثل ما قلت لك، قدرنا نتغلب على هالشيء اللي صار معنا، فالحمد لله رب العالمين، 3 نقاط فوق كل شيء، وان شاء الله المباراه الجايه بنكون احسن من هيك وبكون الامور استقرت. هارد لك كابتن، مباراه انحسمت بتفاصيل باواخر اللحظات، مجهود كان من فريقكم، تقييمك له؟ اول شيء الحمد لله رب العالمين، الله يعطي العافيه للشباب اللي ما قصروا، يعني انت مبارتين بسوريا، اللعبه الماضيه بتكون خسران وبترجع فيها، واليوم بتكون بالشام عم تلعب ضد نادي الوحده الكبير، عم بتكون خسران 2-0 وبترجع، معناته فريق الفتوه فريق كبير، فريق لاعبينه كثير مهمين وابطال، بس نحن عتبنا شوي على التحكيم اللي 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 خلق هاي المشكله واللي صارت بالملعب، لانه على الاعادات وكل شيء، يعني اكيد راح يشوفوها مره واثنين وثلاثه، اللاعب ما هو واقف يعني بقلب الجول، يعني مبينه واضحه، وهي راح نتركها اكيد للمختصين بالتحكيم راح يعرفوا هذا الشيء. الحكم باخر دقائق المباراه كثير كانت حلوه من الطرفين، فريق الوحده سجل استغل اخطاء، ونحن رجعنا عدلنا النتيجه، بس الحمد لله عم اقول لك التحكيم شوي اثر شوي باخر المباراه.